مرحب حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين مع أخبارنا، مستمرين كمان مع مهرجان العالمين الرياضي. امبارح وصلت بطولة التيك بول فعالياتها واللي بيشارك فيها عدد كبير جدا من نجوم ونجمات العالم في هذه اللعبة. طبعا زي ما احنا عارفين ان حضور مباراة البطولة مجاني، وده نجحت من خلاله شركة تذكرتي من تنظيم عمليات دخول وخروج الجماهير بشكل رائع جدا الحقيقة، يليق بهذا الحدث وبهذا المهرجان. لعبة التيك بول من أحدث الألعاب المنتشرة في الوقت الحالي، بتتلعب بالقدم من خلال طاولة، وبدأت أندية عالمية كبيرة في ممارسة اللعبة دي سواء من خلال التدريبات أو حتى من خلال مسابقات ما بين اللعيبة وبعضها زي برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. تعالوا كمان نشوف تقرير من داخل العالمين الجديدة لأصحاب المراكز الأربعة الأولى في منافسات بطولة التيك بول، ونرجع مرة تانية. دي اول بطوله ليا في التيك بول، وتقريبا اول بطوله تتعمل في مصر تيك بول. يعني انا اصلا بلعب كره قدم، فانا بلعب تيك بول فور فان كده. يعني بنروح نحجز في مكان في المعادي تيك بول امباير، فهو بس مكان بنروح ننبسط فيه. فاول بصراحه ما عرفنا ان في بطوله، قلنا نيجي نجرب. يعني ما كنتش توقعت خالص ان ممكن بطوله زي دي تحصل في مصر وتحصل بالجمال ده حقيقي. لا، هو الفكره ان ما فيش انديه وكده للتيك بول بصراحه، بس احنا لما بنحب نروح نلعب في المعادي تيك بول امباير، في هناك بنروح نحجز يعني ونلعب بس، انما ما فيش بقى انديه. هي لغايه دلوقتي بصراحه مش منتشره قوي، فيعني انا نفسي بصراحه تنتشر اكتر من كده. عشان كده انبسطت جدا ان في بطوله حصلت زي دي عشان تنشرها شويه، فيعني انا نفسي بصراحه ان تكون معروفه اكتر من كده. طبعا العالمين مكان جميل جدا، والايفنت حلو جدا، التنظيم على اعلى مستوى. البطوله لسه داخله مصر من فتره قريبه، وفي كوميونيتي كتير في اللعبه، وفي ناس يعني متطوره في اللعبه بطريقه كبيره، والايفنت كمان خلى الناس تشترك اكتر، وفي اعداد كتيره. يعني كان في اكتر من 40 فرقه او 50 فرقه، فالبطوله جميله والمكان اجمل. فان شاء الله باستمراريه كده المكان يبقى احسن ان شاء الله. دلوقتي النهائي، الاربع لعيبه على احلى مستوى، واللعبه متطوره بشكل كبير في مصر، وهتلاقي الكوميونتي بتكتر في الفتره الجايه. البطوله النهارده الاجواء يعني تحفه. النهارده الفاينلز للعيبه زي ما احنا شايفين، اصلا الماتش النهائي بيتلعب دلوقتي مباشر. ماتش جامد جدا، ماتش مولع. كابتن احمد عبد الرحيم واحمد ومؤمن وسعد برضو. في لعيبه قبل كده شاركت في بطوله العالم اللي فاتت، وما شايفين ان المستوى هنا قوي جدا، ما يقلش اي حاجه عن بره. يعني عندنا لعيبه في مصر اقوياء قوي. امبارح برضو كان في ماتشات قويه جدا، والاجواء كمان حلوه قوي يعني في البطوله المره دي على البحر وفي العالمين، جو كويس جدا يعني. هو البطوله الصراحه في مدينه العالمين الموضوع كان هايل، كل اللعيبه كانوا مبسوطين بالتنظيم والمشاركه. الموضوع كان فيه تكافؤ فرص لكل الناس، والصراحه بدايه في العالمين مشروع كبير، وان شاء الله يبقى فيه بطولات تانية مش مجرد البطوله دي بس. بيمثلها حاجه كبيره جدا، البدايه للتيك بول هتبقى من العالمين، وان شاء الله الموضوع مش هيبقى بس على قد البطوله دي، في بطولات جايه كتير. فالموضوع باذن الله بدايه موفقه لمصر، وان شاء الله نقدر نشارك في بطولات عالميه. الحمد لله البطوله كانت لذيذه، تأهلنا للسيمي فاينلز، بس للأسف يعني ما عرفناش أن أبقى تالت، يعني مركز تالت، بس البطولة لذيذة جدا يعني الحمد لله. حاجة تشرفنا إن احنا بنلعب في المكان الرائع ده، وكمان على البحر وفي العالمين الجديدة، مدينة جميلة جدا، فأتمنى إنها تتعمل كل سنة. وكان سيت جميل جدا، آخر سيت ده خسرنا فرق 3 نقط، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله، والسنه الجايه تعمل بطوله اكبر من دي واحسن ان شاء الله، ونشارك فيها وناخدها السنه الجايه ان شاء الله. هو ربنا يعني الحظ ما حلفناش، بس الحمد لله على كل حاجه. عملنا اخر ست كويس جدا، بس هي الرمله لما بتيجي على الترابيزه شويه الموضوع بيبقى رخم، الكوره بتجري، بس الحمد لله ماتش جميل. هم كانوا معانا في المجموعه، احنا كسبناهم في المجموعه، بس يعني خير، هم كانوا احسن مننا في الست الاخير، فالفوز كان من نصيبهم. احنا مبسوطين طبعا بالاجواء وبالبطوله اللي حصلت ديت جدا. لعبة التيك بول لعبة كبيرة، بس هي لسه ما اتعرفتش، لسه بيور يعني شوية، لسه ما اتعملهاش اتحاد والحاجات دي. ان شاء الله قدام هيبقى ليها يعني شعبية اكتر من كده بكتير. احنا عجبتنا اللعبة انا ومؤمن، وقررنا من فترة، من بقالنا سنتين مثلا بنلعب اللعبة، قررنا ان احنا نبقى يعني وان تيم، وابتدينا ان احنا نتمرن في مكان اسمه تيك بول امباير في المعادي. بس ثم سمعنا عن البطوله، فقلت له تعالى نجرب، واي نوت يعني انا وانت، وعرفنا كمان ان ناتالي ومايا موجودين، فقلت له عادي، اكسبيرينس قويه بالنسبه لنا ان احنا نخش حاجه زي كده. هو طبعا شجعني لحاجه زي كده وجينا الحمد لله. اكيد طبعا فرحان جدا جدا جدا، لان هم كانوا حوالي 72 فرقه. دخلنا دور الثمانيه تاهلنا، وبعد كده دخلنا السيمي فاينل، وبعد كده لقينا نفسنا بنلعب فاينل، فالحمد لله والله يعني ده فضل من ربنا الحمد لله. احنا مبسوطين يعني بالاجواء جدا، اول مره اشوف تنظيم
ومكان بالروعه والجمال ده الصراحه. انا كنت متفاجئ، انا دخلت بطوله قبل كده السنه اللي قبل اللي فاتت، بس ما كانتش بالجمال ولا بالروعه دي الصراحه ولا بالتنظيم الهائل ده. مدينه العالمين مدينه الصراحه تنافس احسن مدن العالم دلوقتي، بل احسنهم كمان. والتورنمنت النهارده كانت صعبه جدا علينا، والفاينل كمان السيمي فاينل كان صعب، حتى كنا بنخش للفاينل جيم كان الموضوع صعب، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعدناه على خير الحمد لله.